وانت ولادك بقى عندهم قد ايه دلوقتي؟ واحد في ستة والتاني في ثالثة ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. بس مش كنت تقولي يا شيخ حسن انك جاي؟ كنت خليت لك المطرح زي الفل. ما انا بكره ان شاء الله بقعد انضفه. انت نضفه؟ اخسى عليك. وانت مالكش جيران ولا ايه؟ وحياه النبي بكره ترجع تلاقي الشقه زي الورد. بس بكره وانت خارج ابقى سيب المفتاح تحت الدواسه اللي قدام الباب، ولا اقول لك؟ وابقى عديه عليا الصبح وانت نازل. مش مستاهله يا ست شوقي. لا مستاهله ونص. طيب انا هسيبك بقى تاكل وتنام، وبكره يحلها الف حلال. متشكر يا ست شوقي. تصبح على خير يا شيخ حسن. انت مالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخص عليك يا حسن كده برضو، تسيب فرشتك وسريرك وقطك تسيبني والبيت بره؟ أخص عليك أنت كمان يا يوسف. خلاص يعني كل واحد فيكم يمسك للتاني على غلطة ويتلكك له، وأنا مانيش حساب خالص. والاسم واحد يقول لأختي اللي مانيش أغلى منها، تاني يقول لي يا حبيبتي أمو بنتي. فين أنا دلوقتي؟ قاعدة لوحدي، محدش حاسس بيا، ولا أنا في دماغ حد أصلا. يكون جراله حاجة إن شاء الله. يا رب يرجع بالسلامة يا رب. مفيش أي فرق بين الراجل والست غير في العقول المريضة الغبية المتزمتة. أنا ربيتك يا بنتي علشان تقدري تواجهي التخلف وتقفي مع الحق وما تخافيش ولا تهابي أي حد غير ربنا. واوعي تحسي إنك أقل أو أضعف أو عندك أي عقدة تجاه أي راجل. فهمان يا نسمة؟ فهمة يا حبيبي. صحيح انت نسمة رقيقة وجميلة، بس انا عايزك وقت الجد تبقي طوفان. انت كويس يا بابا جيبلك الدواء؟ هبقى كويس هبقى كويس هبقى كويس. مش مصدقه اللي بتقوليه ده. ده شكله زي القمر، ده ينفع يمثل. جرالك انت كمان، هو احنا في ايه ولا في ايه؟
أنا قصدي يعني إن شكله ما تطلعش منه الوقاحة دي. وهي طلعت يا منال. وبعدين يعني إيه ما تطلعش منه؟ أنت عمرك ما شفتي البرنامج بتاعه؟ يعني ساعات بشوفه. طيب ما شفتيش قد إيه آراءه غريبة ومتطرفة؟ أنا بجد ما عنديش فكرة بيجيبها منين. أكيد بيجيبها من مصادر صحيحة، ده راجل داعية. حتى لو كان الكلام ده صحيح في زمن ومجتمع مختلفين عن زماننا ومجتمعنا، لكن النهاردة الوضع مختلف، الوقت مختلف، الظروف مختلفة. وبعدين قوليلي، هي مشاكلنا كلها اتحلت والشباب لقي شغل ولقي شقق والبلد نظيفة وزي الفل، لما يطلع علينا بالكلام ده؟ بالنسبة له هو ناجح وله جمهوره وكل يوم اسمه بيعلى عن اليوم اللي قبله. ولو مش معناها ان كلامه صح، ولا معناها ان كلامه له قيمة اكتر من كلام اي حد من علماء الدين. ما تخليش خناقتك معاه تخليكي متحيزة ضده. انا بتكلم في المبدأ، يعني احنا هنا في الأوبرا بنعزف رائع الكلاسيكيات اللي مفيش اختلاف عليها. طب انت بمقاييسك كعازفة أوبرا، موزارت وباخ ولا العنب العنب العنب؟ بدل ما انت قاعد تعيط كده ما كنتش رحت قلت له. هو اللي عمله مصطفى غلط وعيب، بس اللي عمله يوسف عيب اكتر منه. اطلع بره يا مصطفى. ما تسيبيه عشان يتعلم. اطلع بره يا مصطفى وروح شوف لي عيشة بتعمل ايه. انا اسف. ايه شوف لي عيشة بتعمل ايه دي؟ انتي هتشغلي جاسوس زي يوسف؟ على فكرة الولد ده انتوا بتدمروه بالشكل ده. متكبريش الموضوع كده. لا هو كبير لوحده يا خديجة. وبعدين عيشة هيكون بتعمل ايه؟ قاعدة بتتفرج على التلفزيون، بترسم، بتسمع مزيكا، زيها زي كل البنات اللي في سنها. لما تيجي تنتقدي اخوك الكبير ما ينفعش يكون قدام مصطفى عشان هو قدوة ليه. يعني يرغي مين اللي حصل امبارح ده عشان يكسر الكمان بتاعت حنين بالشكل الهمجي ده؟ دي جريمة يا خديجة، جريمة. يا اختي كفاية خطب بقى، كفاية. ولا يهمك يا حبيبي، والله اول ما تفوقي ننزل اجيب لك كمان احلى من اللي كسرت 100 مرة عشان بعد كده ما حدش فينا يسكت يا خديجة. هنتكلم عن فقه الطهور، كيف نتطهر. والماء المطلق يندرج تحته الانواع التاليه: ماء المطر والبرد، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، صدق الله العظيم. ولقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا، صدق الله العظيم. كنت عايز درس خصوصي يا استاذ حسن. فاكر القهوة دي يا أبو علي؟ كنا بنقعد عين على القهوة مع العمال الصعايدة، ويجي مأول المفار بعربيته ونتزنق مع بعض زي الفراخ. ويا عالم، يوم في عمارة في مصر الجديدة، ويوم في شنة قمح في الزقازيق، مرة الأكل فراخ ومرة عيش فلاحي ومش. والله يا أخي كانت أيام حلوة. حلوة إيه بس يا يوسف؟ يا أخي كانت همومنا إيه؟ أكل وشرب شوية كراريس لإخوات البنات. دلوقتي اديك شايف حال البيت شكله عامل ازاي. اقول لك على حاجه يا يوسف، بس ما تزعلش مني. قول يا ابو علي. انت مزودها حبتين. خايف يا حسن، عشان كده باخد بالاحط. لو وربت الباب خايف لا يتفتح على الاخر. واديك عارف ان حنين ومصطفى في سن وداخل عليهم عيشه اخطر سن، لو ما حطيناهمش على طريق الدين الصحيح هيضيعوا. هي دي مش سنه اشرف خلق الله يا ابو علي عليه الصلاه والسلام؟ بس الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش فيه افهم ولا ارحم منه لمقتضيات السن والظروف. فما تشدش قوي يا يوسف عشان حبل الود ما يتقطعش. المهم ما يتقطعش معاك انت يا ابو علي. ممكن بس بعد اذنك يا باشا صوره مع الاستاذ؟ صوره واحده بس من فضلك.